في أول ظهور لي كضيف بعد تواجده في مصر منذ فترة ليست بالقصيرة، وتولي تدريب أو مهمة تدريب فريق سيدات الأهلي وتصدر الدوري حتى الآن من 7 مباريات، فاز بال21 نقطة على الزمالك 2-1، على وادي دجلة 1-0، على مودرن سبورت 1-0، على المعادي واليخت 8-0، على اتحاد بسيون 8-0، على اتحاد سكندري 8-0، وانسحب نادي اتحاد سكندري على الجونة 11-0. لم تهتز لشباكهم إلا مرة وحيدة، وأثبت وجوده بشدة. ديمتري لبوف المدير الفني لفريق سيدات النادي الأهلي، ويلكم، أهلا وسهلا، مرحبا، بونارفيه. في إيه تاني؟ قلت لك فرنساوي وإنجليزي. منورنا ومشرفنا. محمد شباب، ثانك يو سو ماتش. أشكركم جزيلا على هذه المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نتعرف عليك شوية، يعني أنت فرنسي الجنسية، هل لعبت في أحد الأندية الفرنسية؟ ومشوارك في التدريب، ما علمته أنك تدريبك كله كان للسيدات، خدت خبرات كبيرة في الصين، ثم انتقلت إلى نابولي، حصلت على بطولة الدوري العام، لك نجاحات في المغرب. عرفنا شوية على ديمتري لبوف. لقد قدمت مقدمة مختصرة جيدة جدا عنيش، أشكرك جزيلا جدا. لقد بدأت ممارسة كرة القدم كلاعب هاوي كما الجميع، وبدأت مهنة التدريب في عمر 25، وفي عدة أندية، وحصلت على فرصة للعمل مع فريق أولمبيك ليون، ثم رحلت إلى روسيا وكنت مدربا مساعدا للفريق الوطني الروسي ومع فريق سيسكا موسكو أيضا. وفي الصين عملت مع 3 فرق مختلفة، ثم رحلت إلى إيطاليا وعملت مع فريق نابولي للسيدات، ثم مع فريق الوطني المغربي، وهناك عملت مع فريق تحت 20 سنة وفريق تحت 23 عام.